يا مساء الفل ولايف جديد على فنجول دوت كوم ونتكلم فيه معاكم ونفكر فيه ونتناقش في اهم الاحداث اللي حصلت خلال الاسبوع الماضي اللي بكل تاكيد بينقسم فيها الاسبوع الماضي شخصيا بنتائجه الاهلي وكاس العالم للانديه. اللي حصل ده نجاح ولا اللي حصل ده اخفاق؟ اللي حصل ده انجاز ولا اللي حصل ده تمثيل غير مشرف للكره المصريه؟ وكل الكلام العالي قوي ده اللي كان بيتقال الزمالك والدوامة اللي داخل فيها الفريق والبداية المحبطة في دوري أبطال أفريقيا بعد النهاية كارثية في الدوري المحلي، مين مدرب الفريق وكل القصص دي. ده شق، وعندنا الشق التاني بقى الأسبوع الجاي. الأسبوع الجاي اللي بيعدنا بعودة الليالي الجميلة، دوري أبطال أوروبا، مزيكا الرايقة، الملاعب الحلوة والملايين بتلعب على أرض الملعب. ده الحاجات اللي هنتكلم فيها، وأتمنى أن انتوا تناقشوني وتبعتولي أراءكم على اللايف على فنجول دوت كوم على فيسبوك. وتعالوا نبتدي بالسؤال الأول، من وجهة نظركم اللي حصل في كأس العالم للأندية مع الأهلي إنجاز ولا مش إنجاز؟ ببساطة كده أنا على ما تخشوا هبتدي أفكر معاكم بصوت عالي وتعالوا نتكلم كده سوا ونشوف هو يعني إيه إنجاز. أنا هقول لكم الآخر وبعد كده نبتدي نثبت الكلام اللي أنا عايز أقوله. في رأيي يعني المستحيل أصنف اللي حصل للأهلي ده على إنه إنجاز، وفي نفس الوقت مستحيل أصنف اللي حصل للأهلي ده على إنه إخفاق. إزاي؟ اللي حصل ده مش إنجاز لأن الأهلي في الفترات الماضية اعتاد على الفوز بالميدالية البرونزية. لم يحقق الأهلي الميدالية البرونزية اللي هي على الأقل تساوي الحد الأدنى دلوقتي من طموحات جمهوره، لأنك وصلت بالفعل للمستوى ده ومش مرة واحدة، لا مرتين، فما كانتش استثناء للقاعدة، هي أصبحت القاعدة إنك لما تشارك تقدر توصل للميدالية البرونز. في غيرك من الأفارقة وصلوا للمباراة النهائية حصل، وبالتالي الإنجاز كان إنك تكسب ريال مدريد وتروح تلعب على الفضة، الإنجاز كان إنك تحقق الميدالية البرونز للمرة الثالثة على التوالي، صح كده؟ وبالتالي صعب قوي اصنف اللي حصل للاهلي على انه انجاز حقيقي جدا. لكن في نفس الوقت هل هو اخفاق؟ ايه هو الاخفاق؟ الاخفاق هي حاله من الفشل الكارثي. الفشل الكارثي ده بيصحبه دايما تغييرات، وبالتالي ليه؟ علشان اصلح واصحح المسار. فبالتالي الاخفاق ده هو معناه ان انا حتى عن المسار، بعدت عن المسار اللي انا عايز اشوف فرقتي عليه. فانت هنا بتبتدي ما تبصش على النتائج، بتبتدي تبص على الاداء، بتبتدي تبص على المشروع. بمعنى ان كان سهل مثلا الاهلي يضحي بمانويل جوزيه في كاس العالم للانديه في اول مشاركات القلعه الحمراء في البطوله، لما الاهلي افتتح رحلته مع مانويل جوزيه في كاس العالم للانديه باخفاق امام فريق سعودي. كان ممكن ساعتها يتقال لك مش ده اللي احنا بنطمح ليه. انت مش ده اللي بتطمح ليه فده مش انجاز. لكن هل هو اخفاق؟ هل مانويل جوزيه ليه رصيد عندك؟ هل اللعيبه دي انت واثق في ان هي تقدر توديك وهو ده طريق الاهلي السليم؟ كانت الاجابه كلها فاستمر الاهلي. نفس القصه بالنسبه لمارسيل كولر. انت بتسال نفسك هل الاداء اللي اداه الاهلي في كاس العالم للانديه فعلا يتصنف اخفاق؟ لو بصيت على النتائج ممكن، لان الاهلي خسر بالنتيجتين تقال في الماتشين المهمين قدام ريال مدريد وقدام فلامينجو. لكن انت هنا فعلا ما بتقدرش تقيم النتيجه، لان انت بمنتهى البساطه كان ممكن تدافع قدام ريال مدريد وتشيل نفس السكور على سبيل المثال. ونفس القصه بالنسبه للفلامينجو. احيانا ظروف المباريات بتوديك لاخفاق، لكن الاخفاق لما يحصل وعندك فيه نقاط مضيئه فانت اعتقد بتبص على النقاط المضيئه زي ما بتبص على النقاط السلبيه وبتحكم المشروع ده يوزن ان هو يكمل ولا المشروع ده لا لازم ينتهي لحد كده وندور على حاجه تانية. الاهلي كان ندا لمنافسين اقوى منه اللي هو ريال مدريد وفي قوته اللي هو فلامينجو. الاهلي كان في مراحل كثيره من مباراتين ريال مدريد وفلامينجو قادرا على انه يعدل النتيجه ويمشي المباراه في سير مختلف، في مسيره مختلفه. وبالتالي انت هنا بتقيس مع نفسك ان لا، اللي حصل ده ما كانش اخفاق. اللي حصل ده مش انجاز صحيح، لكن لا يساوي ابدا اخفاقا، بما انك بصيت على انك في مراحل ما كنت ند لريال مدريد وكنت ند لفلامينجو وكانت تفاصيل رفيعه حرمتك من البرونز، من الميداليه البرونز. ما حرمتكش ماتش ريال مدريد في كل الاحوال بصراحه، لكن في ماتش البرونز في ماتش فلامينجو لا، انت فعلا كان في ايدك الميداليه البرونزيه وانت ضيعتها، لان فريق فلامينجو ما كانش الند الاقوى منك، هو قوتك انما ما كانش اقوى منك بكتير.
فده في وجهة نظري موضوع الإخفاق والإنجاز. لكن تعالوا نبص بصة تانية على هو ليه السكور كان كبير، يعني ليه الأهلي اتغلب بسكور كبير، ونفكر مع بعض في ايه ايجابيات وسلبيات مارسيل كولر في طريقة اللعب دي وفي التفكير ده. الأهلي اتغلب بسكور كبير لان مدربه قرر انه يلعب جيم في مغامرة هجومية. حد هيقول لي ان ايوه دي حاجة كويسة علشان في النهاية ده شرف وده الكرة الحلوة وده الطموح اللي احنا عايزين نروح له كأهلي. هقول لك 100% معاك، ده الايجابيات دايما بتاعت اللعب بالمغامرة، لكن في نفس المغامرة الهجومية. يعني واحد تاني هيقول لي المغامرة الهجومية دي كلفت الاهلي مشاكل كتير جدا لان هي صعبت عليك المباراة. انت بتفتح جيم مع ريال مدريد، بتفتح جيم مع فلامينجو، وانت بتلعب 10 لعيبة. اقول لك صح، برضو انا متفق معاك جدا، انت لو مطيت الماتش شوية ممكن جدا جدا ودفعت ولعبت 10 ورا الكورة، ممكن جدا تعيش حظوظك لفترة اطول على امل ان في مرحلة ما توصل بضربة ثابتة، بضربة ركنية، بحاجة شبه كده وتخطف. انهي بقى فكرتين الصح في الكورة، انك تلعب 10 ورا الكورة ولا انك تلعب بترسك وبتغامر؟ عايز اقول لكم بصراحة ان اللعب 10 ورا الكورة هو مغامرة في حد ذاته. تعالوا نتخيل انك سبت الكرة في اقدام لاعبي ريال مدريد وما دفعتش، او ودفعت اسف، ما هاجمتش، ما حاولتش، كانت النتيجة هتكون ايه؟ ممكن جدا تتغرب الاجوان عادي. يعني ليه؟ لان ريال مدريد في النهاية فريق يريد تك 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 تناقل الكرات جون. لوكا مودريتش، توني كروس، انت مش هتحط ضغط على لعيبة زي دي، مش هتحط رقابة على لعيبة زي دي، انت هتسيب لهم الكرة هتدفع تمن غالبا يعني. فبالتالي العشرة ورا الكرة ريسك، زي انك تهاجم ريسك، فانت اخترت الريسك اللي يدي لك امل في ان يمكن اعمل نتيجة استثنائية. وخلونا نتفق ان كده كده هي استثناء. مرة تانية مانيو جوزي قال الجملة الشهيرة، حتى لعب ريال مدريد 100 مرة هتكسب مرة وتخسر 99. فبالتالي خلينا نطارد الحلم، لو اتغلبنا فهو عادي يعني، ولو كسبنا ده الانجاز. فبالتالي انا كنت متفاهم الجزء بتاع الحلم والبحث عن الحلم قدام ريال مدريد، لان انا حطيت نفسي مكان مارسيل كولر. النتيجه 3-1، عندي فرصه ان انا ادافع واخليها بقى 3-1 واقفلها على كده. بس فكرت طب ما ال 3-1 انا لو رجعت 10 ورا الكوره ممكن يبقوا 4-1، لو هاجمت ممكن يبقوا، ومستحيل لو رجعت 10 ورا الكوره يبقوا 3-2، انما لو هاجمت ممكن تبقى 4-1، ممكن تبقى 3-2. 3-2 شكلها احلى كتير، يمكن تبقى 3-3 من عالم. ده اللي عمله الهلال، وموسى مريجا ضيع انفراد رهيب من منطقه الجزاء، كان ممكن جدا يخلي السكور اقرب واقرب وتخلي المباراه فيها حياه. فبالتالي فكره انك تهاجم ريال مدريد او فكره انك تلعب جيم ند للند امام ريال مدريد، على قد ما هي فيها جزء من الطيبه وكانك مصدق في نفسك انك هتقدر تكسب ريال مدريد، بس حقيقي ما انت ما ينفعش ما تبقاش مصدق في نفسك انك تقدر تكسب ريال مدريد، وما انت جاي تلعب البطوله دي ليه؟ ففي الاخر انا متفق مع مارسيل كولر في طريقته. قدام فلامينجو يمكن الوضع كان مختلف شويه، ويمكن دي الحاجه الوحيده اللي عايز اراقبها في اداء مارسيل كولر امام الفرق اللي في الدوري ودوري ابطال افريقيا تحديدا. الدوري انا بعتبر ان هو مساله وقت اكتر، لان مارسيل كولر مع قائمه هو يديرها كمان بشكل ممتاز، وعد اهم مراحل الدوري، وطريقته بتاعت التدوير اللي بانت قوي في ماتش فلامينجو اعتقد ان هي تكون فارقه مع الاهلي في انه ما يحصلوش سيناريوهات السنتين اللي فاتوا. ودي هنتكلم عنها برضو تفصيلا. بس في القصه بتاعت فلامينجو بقى، انك دي الحاجه الوحيده اللي انا عايز اراقبها بعد كده في مارسيل كولر، وهي فلامينجو لما الماتش كان 10 لعيبه وانت واصل لمرحله انك ممكن تلعب ضربات جزاء، كملت مغامره هجوميه. ولما كملت مغامره هجوميه نوعا ما انت بس اديت امل لفلامينجو اكتر. انا عارف ان انت عم بتدور على التالت، وعارف انك تقدر توصل للتالت، بس في نفس الوقت اللعيبه القوام بتاعك تشفع لك انك تستخدمه وتستخدم العمق بتاع القايمه كاملا، وتستخدم البدله وتستخدم كل اللعيبه. بس وانت ب 10 لعيبه وانت بتلعب عدد الماتشات الكبير المتتالي ده، كان سهل انك تتخيل انك هتتغربل، ان هيخش فيك جوان اكتر من انك عندك فرصه انك تسجل. وبالتالي هنا كانت عمليا التفكير العملي يخلينا نقول انك العب على التامين. مارسيل كولر حتى هذه اللحظه لا يلعب على التامين،
حتى لما ساب الكوره في ماتش بيراميدز هو ساب الكوره عشان يلعب على الجون، يلعب على المرتدات، اللي هو افتح انت خطوطك وانا هضربك، بس انا عيني على ان انا اضربك على الهجوم، مش بلعب على ان انا امن قبل ما افكر في الهجوم، انا بلعب على ان انا ههاجم حتى لو باسلوب دفاعي، لو فاهمين القصد يعني. زي كده لما مورينيو كان ماسك ريال مدريد كان بيلعب بطريقه تبدو للناس زي كانها هجمات مرتده، بس في نفس الوقت هو بيدافع من قدام، فهو بيضغط وبيجيب الكوره بسرعه وبيحولها لهجمات مرتده، فهو دفاع من اجل الهجوم مش دفاع للدفاع. ففي بعض الامور في بعض المباريات كان موسيماني من الحاجات اللي ميزته في دوري ابطال افريقيا انه كان عارف يعمل دفاع للدفاع، لان في بعض الظروف المباريات الصعبه الملاعب الصعبه الاجواء الصعبه السفر الصعب الجدول المزدحم بتبقى محتاج للموضوع ده. فهل مارسيل كولر هيعمله ولا لا؟ لان دي احيانا كتير بتبقى فارقه في الفوز بالالقاب بالبطولات القاريه. وطبعا احنا عارفين ان مارسيل كولر في النهايه احنا بنقيمه رحله طويله يعني، لانه في النهايه الراجل جاي بلا تجارب سابقه مشابهه فيما يخصنا، فبالتالي هو زي ما نقول جوزين، طب بتبص على السي في بتاعه من اول يوم وبتقعد تراقبه في دوري ابطال افريقيا بيتصرف ازاي، في الماتشات اللي خارج الارض بيتصرف ازاي، في الماتشات مع الكبار بيتصرف ازاي. حتى هذه اللحظه مارسيل كولر محقق اداء طيبا. طيب حاجه بقى كمان في فكره الاعتراض على مارسيل كولر فيما يخص التدوير. الاعتراض على مارسيل كولر فيما يخص التدوير بالنسبه لي اللي هو انه عمال يغير كتير في الفريق مش منصف، لان انا اهتميت قوي بان انا اتفرج على الماتشات تاني قبل ما اطلع اتكلم معاكم. كان اهم سؤال للناس ليه حسين الشحات خرج؟ عايز اقول لك ارجع للدقيقه 71 من عمر المباراه والاهلي بيلعب مع ريال مدريد بعد ضربه الجزاء، حسين الشحات مش قادر يرجع يدافع في فرصتين ورا بعض ريال مدريد من نفس الجبهه دي، فبالتالي كان خلاص الراجل على قد ما هو بيساهم هجوميا، بس ما تنساش ان الجبهه دي فيها فينيسيوس كامافينجا وفيها توني كروس وبعد كده سيبايوس لما نزل بقى بيلعب عليها، ف هي جبهه قويه جدا، فمفيش مساحه لانك تبقى عندك لعيب ما بيرجعش، فبالتالي هو ده السبب اللي خلاه يغير اللعيب. انت عينك وانطباعك وقلبك يقول لك ان حسين الشحات كان نجم المباراه، وانا معاك هو كان نجم المباراه، بس لياقته قلت، دي حاجه انت ما خدتش بالك منها لانك ما بتبصش على الناحيه الدفاعيه عند حسين الشحات دايما، ممكن تكون شفته قطع الكره مرتين ثلاثه فبقى عندك انطباع انه بيدافع، بس في الدقائق دي هو كان ابتدى فعلا ما يقدرش يدافع. فانا مع الراجل تماما، مع مارسيل كولر، انا اعتقد ان هو يعني التغييره كانت صحيحه 100% بعد ما اتفرجت على الماتش تاني. الماتش بتاع فلامينجو فكره انه ابتدى بلعيبه كتير قوي بودلة زي خالد عبد الفتاح ومروان وهكذا، طبعا بصراحه مروان عطيه مثلا اداؤه في الملعب جيد، لكن لا مش ماتش فلامينجو خالص. خالد عبد الفتاح شرحه، اتنين لعيبه ممتازين للمستقبل او للتحضير، لكن لسه ناقصهم حاجات كتير في الملعب. لكن ده لا يمنع ان الفكره بقى الرئيسيه، الاهلي اعتاد الاصابات طويله الامد بسبب ايه؟ الارهاق، بسبب ايه؟ الملاعب الصعبه. طيب يبقى احنا نصلح الملاعب، نبعد عن الارهاق بالتدوير. الاهلي اعتاد ايه في السنين اللي فاتت؟ يخسر الدوري في الاخر برغم انه كل سنه كان بيبتدي الدوري بامتياز، والسنه اللي فاتت الموسم اللي فات كان اكبر دليل، وكسبان الزمالك 5 وعامل بدايه ممتازه عظيمه مع بيتسو موسيماني وثلاثة أربعة ثلاثة منوره والدنيا كلها بتقول ان الاهلي بطل الدوري. حصل ايه في اخر السيزون؟ لعيبه مش قادره تقف على رجلها. ليه؟ عشان انت بتعتمد على مجموعه قليله من اللعيبه. فبالتالي انا مع جدا مارسيل كولر، معاه جدا في حته التدوير. وانت لو بتدفع ثمن ان ما عندكش قايمه تحتمل التدوير، فانت لازم ساعتها تبقى فاهم عيوبك فين عشان ده ما يتكررش، لان الفرق اللي بتلعب في بطولات زي كاس العالم للانديه ودوري ابطال افريقيا والسوبر و و و طبيعي جدا ان هي لازم تبقى قايمتها قويه كبيره وقويه مش بس كبيره. فاتمنى انك تفضل تراقب ده، لان انا بحس ان المفروض الاهلي كان بيبني مشروع رياضي وبعد كده عطل، فاعتقد اتمنى ان هو يبتدي يحسب المشروع الرياضي زي كانه طالع من السنه دي باللعيبه الصغيره بالقندوسي بالاضافات اللي جت بي بي بي، بس يكمل على البنى بتاع ان انا هستبعد الاسماء اللي مش جيده، هحط مكانها اسماء جيده، لان لازم يكون معايا قايمه جيده لو انا عايز اطمح ان انا اروح كاس العالم للانديه تاني واكسب البرونز تاني او اعدي بقى مرحله البرونز. اخر حاجه بالنسبه للاهلي كانت تخص، قبل ما اقرا الكومنتس بتاعتكم يعني، كانت تخص محمد شريف وخط الهجوم والاهلي محتاج فاروق. الاهلي محتاج مهاجم،
وانا مع كل الناس اللي شايفه ان الصح كان لازم المهاجم يجي، لان مش بس عشان كاس العالم للانديه، لكن صح انه كان يجي لان دي اصبحت نقطه واضحه للعيان، ولان المدير الفني بتاعك بيلعب بمهاجم، مش بيلعب بمهاجم وهمي زي بيتسو موسيماني فيقدر يتحايل على الموقف. لا، هو في امس الاحتياج لمهاجمين، وبالتالي كان لازم مهاجم يجي. طيب على ما يجي المهاجم هتعمل ايه بقى؟ مبدئيا متهيألي الاهلي اصلا محتاج يعيد صياغه خط الهجوم كاملا، لان اذا كان عندي محمد شريف، شادي حسين، دول المهاجمين الموجودين في التشكيل الرئيسي مع كهربا، و معهم احيانا بيرسي تاو اللي ابتدى ياخد ادوار مختلفه، فاعتقد ان انت محتاج تبقى مستوعب ان انت كده ما عندكش ولا بروفايل مهاجم قوي وطويل تقدر تلعب عليه اللعب مباشر لما الامر يحتاج الى ذلك. النقطه الثانيه ان انت ما عندكش حاجه من الاربعه دول اللعيب اللي يكون بلاي ميكر فعليا اكتر بعقل بلاي ميكر يعني، وبيقدر يلعب زمايله ويحركهم، فدي نقطه ثانيه. غير طبعا الفكره بتاعت ان كهربا في الوقت الحالي مره تانية بقى مهدد بالغياب، فانت خايف تعتمد عليه بشكل رئيسي، وفي نفس الوقت هو لسه ما حلش الازمه الرئيسيه بتاعته بتاعت الفلوس، فالمكان ده بقى محتاج فلتره مره تانية. دي الحاجه اللي انا مره تانية مستني اشوف مارسيل كولر هيتعامل معاها ازاي، لانه في النهايه هو اختار ان هو يكمل بالقائمه دي، ما يرهنش على لعيب اقل جوده، وانا متفق معاه في ده، كفايه صفقات فاشله. لكن في نفس الوقت انت محتاج جدا تضمن نجاح الصفقه الجايه. وفي سؤال مهم، ازاي وانت محتاج مهاجم من ايام وليد ازارو، ازاي وانت محتاج مهاجم من ايام اليو باجي، ازاي وانت محتاج مهاجم طول الفترات دي ما عندكش A و B و C وقادر تتحرك معاهم وتبقى ضامنهم؟ ازاي انت كنت عارف انك محتاج مهاجم في الصيف ما جبتوش، وقلت هنأجل الملف في يناير، لما وصلنا ليناير اكتشفنا انك لسه بتفتح الملف. انا عارف ان ده اكيد متعارض تماما مع الحقيقه، يعني انا متاكد ان اداره الاهلي مش هتفكر كده، اكيد هي كانت بتدور على مهاجم. بس ايه اللي عطلك؟ لو في حاجه بقى عطلتك انت محتاج تتخلص منها، لان هو ده السؤال المهم. ايه اللي معطلك؟ ايه اللي معطلك في انك تبقى عارف شكل اللعيبه المتاحين في العالم كله، ومين فيهم يفيدك، وكل واحد فيهم تسعيرته كام، واقدر اكلم الانديه والوكلاء ازاي ومن امتى؟ مش هتكلم كتير في الحته دي، لان احنا اتكلمنا بما فيه الكفايه عن ضروره وجود موظفين اكفاء جدا بشهادات وخبرات فيما يخص التطوير الرياضي في الاهلي، فيما يخص التعاقدات، فيما يخص الحكم على اللاعبين. لعيبه سابقين يتم تدريبهم بشكل ممتاز، او محللين اداء لم يمارسوا كره القدم يتم تعليمهم وتدريبهم بشكل ممتاز. المهم ان يبقى فيهم السمتين بتاعت انك تبقى عارف التقنيات السليمه وطريقه الحكم على اللاعب، وفي نفس الوقت عندك العلم والمعرفه بتاعت انا محتاج ايه ومحتاجه ازاي ومحتاج احكم عليه ازاي، وازاي احطه على الداتا بيس بتاع الاهلي بحيث ان يبقى الاهلي او الزمالك عندهم قاعده بيانات للعيبه اللي تقدر تتعاقد معاهم ومفيدين للنادي. مش يلا انا بعت امام عاشور يوم الجمعه، طب يوم السبت بقى انا مين احمد بالحج، يلا 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 هاته بس. فده اللي احنا عايزين كنا نتكلم فيه في الاهلي وشبكنا فيه في الزمالك. فتعالوا بس الاول نقرا الكومنتس بتاعتكم، وبعد كده نرجع نتكلم عن نادي الزمالك واللي بيحصل فيه. وعلى ما نرجع ونتكلم في نادي الزمالك، خليكم بقى جاوبوا على السؤال بتاع الزمالك. لو انت كمشجع زملكاوي عايز فريرا يمشي، ولا عايز فريرا يكمل وينجح؟ وعايز يحصل ايه علشان الوضع بتاع النادي يستقر؟ يا ريت تقولوا لي في الكومنتس بعد اذنكم، على ما افتح الكومنتس معاكم. سامح برهام، عز انت عامل لايف قبل ماتش برشلونه، مش قادر تنتظر بعد الماتش؟ والله يا سامح انت عارف ان هم كده كده هيكسبوا، يعني هيحصل لهم ايه؟ انا مش عارف بيجيبوا لكم وش تتكلموا ازاي. ده في حد كان بيقول اللي شايل 8 اهداف في مباراتين يبقى فضحنا، فاحمد عبد الفتاح بيرد عليه بيقول له انا مش عارف انت جاي تتكلم ازاي. كان انجاز لحد ما كولر قرر يكون عادي،
مشكلة واضحة جدا هي اننا ما عندناش مهاجم يخلص غير كده اي كلام فاضي، عمال تلف وتدور على ايه. هو اخفاق من الاخر، اخفاق. انا معاك ان هو مش انجاز، بس هو في نفس الوقت الاخفاق ده بيحصل بعده تغيير، بتغير المدرب، بتغير يعني بيحصل بعده حاجة، صح؟ يعني بيصنف اخفاق دي، بالتالي بتتغير بعده. فانا بقول لك انت عايز تغير، انت حاسس ان المفترض ان الاهلي يغير مدربه في الوقت الحالي، حاسس ان هو اثبت فشله، حاسس ان هو مارتن لاسارتي في نفسه مثلا. يعني لما شلت 5 من سان داونز ده كان اخفاق صريح وواضح، ومارتن لاسارتي لازم يمشي مثلا. يعني ده الفرق، ده اللي انا اقصد اقوله، مش بلف وادور ولا حاجه. هلف وادور ليه يعني؟ لو كنا قدرنا نكسب بلوزداد كان هيبقى لنا وش. طبعا ده محمد علام. الاهلي كان الافضل على الاطلاق لولا الحكم وحكم الفار ايمن سعد الله. اقسم بالله احسن مش عارف محلل رياضي انت وتامر، ربنا يخليك. هوصلها لتامر غطاس محروس. و زياد عزوز بيقول من ارقى المحللين، كتر خيرك. هتطلع مع ابراهيم فايق النهارده؟ لا، الاثنين ان شاء الله. ولازم الاهلي يجيب مدير رياضي بدل لجنه الكوره، عشان ده يبقى مسؤول عن الصفقات وتقييمها وتواصل مع الكشافين في كل حته في العالم. ده جمال عبد الناصر، وانا متفق معايا جدا جدا. الزمالك بقى، الزمالك وضعه صعب بكل تاكيد، والزمالك محتاج بكل تاكيد انك تفكر تفصص المساله وتشوف المشكله فين، لان المشكله مش في حته واحده. المشكله دلوقتي بقت في حتت كتير جدا. المشكله الاولى مشكله القايمه، القايمه بقت ضعيفه لدرجه كبيره جدا. الدعم اللي جه لحد هذه اللحظه لم يثبت كفاءه كبيره، محدش عوض اللعيبه اللي كانت غايبه بدرجه ممتازه. يمكن لحد دلوقتي لسه ابراهيم انداي الناس مستنيه احسن من كده منه بكتير جدا جدا جدا. دونجا الناس مستنيه منه ليفل وحش اكتر من كده بكتير جدا جدا جدا. يعني مصطفى شلبي وعمر جابر من وجهه نظري هم لعيبه تكمل القايمه، بس ما اقدرش ارتكن عليهم كاساسيين طول الوقت. ف يعني الصفقات لسه، الثلاثه الجداد ما جوش ما تسجلوش. وان كان يعني ناصر منسي بالنسبه لي لعيب سريع، بس هيعمل لك طفره لحظيه بس على المدى البعيد مش مهاجم الزمالك الاساسي. نفس القصه لو بتتكلم على احمد بالحاج، نفس القصة لو بتتكلم على شبانة. فهم دعم بس للقايمة، انما الفرقة لا، ناقصها ابداع. فالابداع سببه كذا حاجة، نقص امكانيات، ودي ممكن نتغلب عليها بتدريبات جيدة وبتنظيم جيد. التدريبات الجيدة والتنظيم الجيد بقى هما كارثة الزمالك في الوقت الحالي. الزمالك اشتغل على 3 4 3 في بداية الموسم، 3 5 2 عشان الونجات اتصابت، 3 4 3 3 علشان خاطر 3 5 2 3 4 3 ابتدت يبقى فيهم مشاكل كتير. 4 3 3 ما حققتش اي حاجه، فالزمالك راح ل 4 2 3 1 كسب بيها فيوتشر ففرح وكمل بيها قدام فاركو فشال 3. الفكره مش في الطريقه، انت مش بتلعب بلاي ستيشن. الفكره في ان الطريقه دي لازم احفظ فيها بنى اللعب والهجوم والدفاع والتحول من ده لده والضربات الثابته لكل طريقه. الحاجات دي ما بتعملش بين يوم وليله، والحاجات دي محتاجه توظيف للعيبه، بحيث ان انت يبقى لو هتلعب بثلاثه عندي اتنين بني ادمين قادرين في وقت يكونوا ونجات، وفي وقت يكونوا صناع العاب، وفي وقت يكونوا ارتكاز، في وقت يضغطوا، وفي وقت يكسبوا كرات العاليه، يقدروا يطلعوا الزمالك يستلموا بين الخطوط بالكوره. ده لو هلعب 4 3 3 لازم يكون في عندي الصفات دي. لو ما عنديش بتغيرت بتدور على طريقه تانية او هكذا. لكن اللي بيحصل ده دلوقتي تقليب. يعني ده زي كانك بتدرب فريق بلاي ستيشن والفريق مش ما عندوش سرعات، فاهم؟ لو انت لعيب بلاي ستيشن يعني. فبكل تاكيد الفريق لا محتاج رؤيه تانية. الرؤيه التانية يقدر يوفرها نفس المدرب؟ اعتقد لا. طيب هل وجود فيريرا الرهان عليه انه لو طول شويه الناس هتفهم، اللعيبه هتفهم؟ لان المشكله الرئيسيه بتاعتي ان اللي حصل مع فيريرا من مشيان ورجوع ومشيان ورجوع هتخليك باصص للمساله بصت اللي هو انا لو لاعب يعني عارف ان ايام الراجل ده مش مطوله، فبالتالي خلاص بقى مفيش سيطره. والراجل ده نفسه عارف ان هو داخل يعني مش داخل يدرب. بس لو الوضع مختلف عن كده، يعني لو في استثناء والوضع اتعكس وان اللعيبه فهمت ان الراجل ده مطول ومكمل ومش ماشي، والراجل ده صاحب الكلمه العليا والاداره مدياله دعم
والراجل ده خلاص هو القائد الامر الناهي، ساعتها الراجل ده هيبقى عنده الصلاحيه ان هو فعلا يشتغل مع اللعيبه، فيمكن يطلع حاجه. في رايي انه مش هيطلع حاجه خلاص، اعتقد لان اللي حصل دلوقتي فتفت حاجات كتير قوي. وحد هيقول لي مش ده نفس الراجل اللي كنت بتقول عليه بروف السنه اللي فاتت؟ اه هو اسمه بروفيسور، هو لقبه كده، هو كان مدرس في الجامعه واسمه بروفيسور ونجم في التدريب، وكسبان دوري البرتغالي 3 مرات، وكسبان مع السد، وكان بيدرب في امريكا الجنوبيه، راجل كبير يعني، كسب مع الزمالك ثنائيه وكسب مع الزمالك ثنائيه تاني، مدرب كويس كبير. فبالتالي لما يفشل في ايام او لا ينجح يعني في ايام، ده مش معناه انه فاشل، ده معناه انه فشل في تجربه خلاص، ايامه خلصت مع الفريق ده، زي ما حصل لكل المدربين الكبار في كل حته في الدنيا يعني. فيعني انشيلوتي السنه اللي فاتت اعظم مدرب في العالم، السنه دي الناس كلها بتقول يلا بقى اتكل على الله، وهكذا بتحصل الدنيا كده في الكوره. لكن ده لا يمنع ان الراجل كان عامل انجاز السنه اللي فاتت، والسنه دي مش يعني الفرقه مش شايفه قدامها معايا يعني. بس فده كان رايي في الزمالك. اما مباريات الاسبوع المقبل في دوري ابطال اوروبا فهتكون في لايف خاص باذن الله ايام المباريات، انتظرونا دائما وابدا على في الجول دوت كوم.